هنشوف بقى نجوم الأهلي والزمالك وآرائهم في مباراة يوم الجمعة القادمة. نبدأ بالنجم الكبير طبعا ونجم نادي الزمالك كابتن فاروق جعفر. كابتن فاروق ازاي حضرتك؟ ازيك يا كريم؟ ازيك يا حبيبي؟ أخبار حضرتك ايه؟ تمام؟ تمام الحمد لله كله الله تمام. الله يخليك. الناس كلها طبعا مستنية بقى مباراة الأهلي والزمالك، الزمالك والأهلي يوم الجمعة القادمة إن شاء الله، نهائي كأس مصر، مباراة على بطولة وعلى جائزة مالية كبيرة. اللي هيكسب المباراة هياخد حوالي 950 ألف دولار، فرقم برضو يعتبر كويس يا كابتن فاروق في نهائي كاس مصر. شايف الماتش ازاي وتقدر تقول ايه على الفرقتين؟ يعني بقول الفرقتين يعني كان في الفتره اللي فاتت لعبوا البطوله الافريقيه ولعبوا مباريات من في الكونفدراليه وابطال الدوري ولعبوا ماتشين في الدوري العام. ايوه الغاء مباراه الزمالك، الناس بتقول اللي هي مباراه سوار الغيني سوار ده لا دي لصالح النادي يعني لصالح الزمالك طبعا طبعا. اللي بيقول غير كده لا يعني مش بتوعكم، اي واحد بيتكلم بالكوره مش كده، مش خناق عافيه. يعني انا الزمالك شايف ان ده لصالح الزمالك. النتائج الاخيره والنادي الاهلي اما لعب امام المصري عمل نتيجه امام البلديه اسف بلديه المحله 5-1 جايب 5 اجوان، اللعيبه لعبت بشكل كويس واداء كان جيد جدا من النادي الاهلي. والزمالك في الفتره الاخيره بدات اللعيبه تاخد ثقه، في يعني مدرب استقر على المدرب، فالمدرب بيعمل ثقه. يعني تقول على ان الاستقرار الفني او الرياضي بيبقى المدرب او اخر ماتشين للزمالك كان ابو سليم الليبي وكسبنا 2-1 في ليبيا وفي سوري في الجزائر، والمباراه الاخيره مع الداخليه في الدوري والزمالك كسب 1-0 بعد اداء مميز رغم ان الهدف جه متاخر، لكن الزمالك كان مسيطر على الجيم تماما. يعني بردك مباراه الاهلي والزمالك خصوصا في كاس مصر دي ملهاش اي معايير اللي انت تقدر تقول مين اللي هيكسب مين اللي هيبقى كويس. هي 90 دقيقه يعني المباراه مش تعويض، يعني 90 دقيقه والا هتروح لضربات ترجيح. فانا شايف الفرقه اللي هتكون اكثر استقرارا، اللعيبه بتلعب وعارفه كل واحد وظايفه ايه في الملعب. انت اتكلمت على نص الملعب، انا وجهه نظري ان لا الاهلي يقدر يلعب باثنين ثابتين في نص الملعب ولا الزمالك يقدر يلعب في مباراه الكاس باثنين ثابتين في نص الملعب. هيلعب 4-3-2-1، لازم يبقى ثلاثه في نص الملعب، ان قوه الزمالك والاهلي في الاربعه اللي قدام. ايوه لازم تقفل لهم الستاره الاماميه اللي امام الدفاع بشكل قوي، اللعيبه تكون صغيره، لعيبه عندها مفاهيم الكوره، يعني ايه اقطع واسلم واستلم واضغط على المنافس عشان ما يتقدمش عشان ما يجيبش هدف عشان ما يخلوش يبقى عنده فرصه ان هو يستحوذ، فتبقى لازم الثلاثه موجودين. ايوه مباراه الاهلي والزمالك مش ضروري بقى التشكيل الاساسي اللي كنت بتلعب بيه في الدوري، مباراه الاهلي والزمالك في الكاس تختلف تماما. الكاس ده بتبقى عباره عن عارف الواحد بيبقى عامل احتمال 1 و2 و3 او تصور 1 و2 و3، فهتلاقي كل مدرب عارف لو اتاخر لازم هيبقى عنده تغيير، لو تقدم عشان يحافظ على التقدم بيبقى عارف عامل التغيير عشان يمتلك الملعب وضيع بقيه الوقت بعد المكسب، فعارف هيعمل ايه في التغيير. ايوه عارف بقى ان المباراه دي ما تعوضش، تقول النهارده بقى كسبونا المباراه الجايه بعد مثلا 2 ولا 3 هنعوضها، لا الكاس مش عايز كده. ما فيهوش تعويض. المباراه تحضير تدريب كويس اولا وتحضير كويس ومفاهيم الكره، اللعيب كل واحد يبقى عارف الوظيفه بتاعته في الملعب. بجانب بقى ان واحد مباراه الكاس الضغط الاعلامي والجماهيري بيبقى اقوى حاجه. يعني هو اللي بيوجه المباراه نتيجه المباراه. فانا شايف المباراه هي صعبه وهي سهله، ولكن هتبقى صعبه شويه ان بتتلعب خارج مصر. لاول مره في تاريخ ماتشات كاس مصر، يعني اول مره. بالظبط. وحكام اجانب. حكام اجانب. وحكام ودي تبقى هم شويه على اللعيبه. الحكم مش عارف اللعيبه، مش عارف ده لعبوا ايه ولا بيشتغل ايه ولا بيوظف نفسه ازاي ولا بياخد ضربه جزاء ولا بياخد فاول ولا لا، الحكام ما تعرفش كده. الجماهير مين اكتر مين ومين اللي بيشجع مين العصبي، الحكام ما تعرفش الكلام ده. المباراه دي هتبقى بشكل عارف يعني هنقول فير جدا، ممكن اي فرقه من الاثنين يعمل نتيجه ايجابيه، لكن اللي شايف او حاطط تصور او رؤيه مستقبليه للمباراه صعب المباراه الاهلي والزمالك في نهائي كاس مصر. طيب حسن كابتن فاروق سؤال، والسؤال حضرتك جايبني يعني بصراحه،
مين الاجهز دلوقتي، الاهلي ولا الزمالك؟ مين اللي مستواه افضل شويه من خلال اللقاءات الفرقتين اللي فاتوا؟ يعني مثلا لقاءات الزمالك في افريقيا في الدوري، لقاءات الاهلي في افريقيا في الدوري، شايف مين الاقرب او الاجهز واللي مستواه احسن دلوقتي؟ هو الاهلي اجهز. اجهز. الاهلي عنده نقطتين مهمين جدا. الزمالك لازم يشتغل عليهم. مصطفى شوبير من حراس المرمى كويسين جدا جدا جدا، ولكن ما لعبش نهائي كاس مصر. ايوه. كده. ايوه. اول مره يتعرض له، طبعا احنا نتمنى له التوفيق ان هو صاعد ان شاء الله يبقى في المنتخب. تمام. النادي الاهلي في التوقيت ده لا يملك مهاجم. يعني احنا بنتكلم عن المواطنين، المواطنين شيء في الدوري العام والمباريات الثانيه، وشيء في مباراه الاهلي والزمالك. ايوه. الزمالك عنده نفس المشكله بس ورا. يعني انت عندك الدفاع بتاع الزمالك مشكله. يعني مع دلوقتي مثلا بتتكلم على حسام، لسه حسام عبد المجيد والمسلوسي المرشحين اللي لعبوا في قلب الدفاع. هو على فكره المسلوسي دلوقتي في الوقت اللي احنا الحاضر، الوقت اللي احنا حاضرين فيه ده، المسلوسي هو احسن لعيب في النادي. ايوه صح. يعني هو رقم واحد، هو لعيب رقم واحد دلوقتي في النادي. صح صح. طيب عايز اسالك سؤال يا كابتن فاروق، اسالك بقى سؤال يعني اسئله محدده كده. لو انت مدرب نادي الزمالك تلاعب عبد الله السعيد في نص الملعب 8 ولا 10؟ طب يعني طب ليه انا يعني تركيزي كله ان عبد الله السعيد يبدا المباراه؟ لا عبد الله هيبدا. طب كويس. لاعتبارات كتير. اتفضل. اقول لك الاعتبارات يعني؟ ان هو عبد الله السعيد نجم كبير، خبرات عاليه، الزمالك عايز يستفيد من عبد الله في مباراه اول مره يلعب مع الزمالك ضد الاهلي نهائي كاس مصر، يعني اعتبارات كتير. اعتبارات فنيه واعتبارات معنويه. وخبرات. وخبرات. طيب عبد الله لعيب كويس، عنده خبره كويسه، لعيب فوتبولر كويس، عنده احساس في الملعب بشكل كويس. ايوه. لكن هو ما لعبش مباراه الاهلي والزمالك قبل كده. لعب بس بتيشيرت الاهلي او بتيشيرت بيراميدز. يعني ما لعبش مباراه الاهلي والزمالك، يعني ما كانش بيلعب يعني في النادي الاهلي وفي نادي الزمالك، يعني ما لعب. لا لعب في الاهلي ضد الزمالك كتير. ده في الاول مش دلوقتي، بتكلم على الوقت. بقى له فتره يعني في بيراميدز. بالظبط. ما بيلعبش. فالبعد ده ممكن ياثر. طب هل انت هتلعب مثلا وعبد الله هيلعب مثلا نمره 8؟ هل انت شايف الاثنين ليه هيبقى جنبه اثنين مدافعين ولا عبد الله ومدافع؟ ما هي دي بقى اللي انا بسالك فيها. ما يعني هو نبيل عماد دونجا هيلعب وعبد الله هيلعب، مين بقى الثالث اللي جنبهم؟ لازم يلعب واحد ثالث ثابت جنب دونجا. مين؟ ما عندكش حد غير في محمد اشرف رؤى، في محمد شحاته، في احنا ما شفناش حد في مباراه اهلي والزمالك يا كريم. ايوه. ماتش اهلي والزمالك ده بيولد فيه احسن لاعب ونجم. ايوه. يعني حضرتك بتفضل ان يلعب اثنين في نص الملعب مدافعين زي نبيل عماد دونجا ورؤى وقدامهم عبد الله السعيد. طب روح الناحيه الثانيه، هتلاقي انت قلت في كلامك قلت نقطتين مهمين جدا، قلت مروان هيكون موجود. مروان وامام عاشور. وامام عاشور. أيوة. وامام عاشور على فكره هيلعب مش هيلعب نمره 8، امام عاشور هيلعب 10. هيلعب 10. يعني بيجر الفرقه وراه، ودلوقتي هو بدا فورمه كويسه، بيشغل رجليه بشكل كويس، جهده بقى كويس. طب مين الثالث في الاهلي في نص الملعب مع مروان وامام؟ انا شايف مروان وامام، وانا شايف يعني افضل واحد موجود في الفتره دي. يعني انا انت كنت بتتكلم على السولية. هو بعيد خالص، ممكن فنيا موجود لكن بدنيا مش موجود. يبقى قاعد على الدكه. انت لازم مين طيب الثالث؟ يعني انا مش عارف يعني. في احمد نبيل كوكا بس بقى له فتره لسه راجع من اصابه، يعني ما لعبش كتير الفتره اللي فاتت. كان متعور. في اكرم توفيق، ساعات كولر بيلعبوا في نص الملعب. اللي مكتب للنادي الاهلي نيدفيد. كريم نيدفيد. كريم نيدفيد متعور يعني لسه عنده العضله الضم. بلد ماتش بلديه المحله. هو الفنان بتاع الاهداف. ايوه. وبتاع الكوره والايقاع. أيوة. كان كريم قدم مباراه بشكل كويس جدا. لكن انا ممكن لو انت بقى عايز تضحي بنص الملعب في مباراه اهلي والزمالك، لاعب لعيبه النواحي البدنيه ارقى من النواحي الفنيه. على تقول بقى زي فيلي وهيضغط ويوقف عبد الله، ولو أيوة. شيكابالا يضغط على شيكابالا. مباراه الاهلي والزمالك ما تعرفش الكلام ده. طيب شيكابالا يبدا ولا ما يبداش يا كابتن فاروق من وجهه نظر فاروق جعفر؟ لا ما يبداش شيكابالا. ما يبداش. حط قوتك كلها هتنزلها مره واحده. صعب. ايوه. شيكابالا يعني يبقى قاعد، على فكره هو شيكابالا قاعد بره هتعمل له 100,000 احتياج. صح
صح، ما هو موجود جوه الملعب، وده المتوقع انه يحصل، مش كمان ما يبداش. طيب سؤال بقى اخير للكابتن فاروق جعفر، تعليقك ايه على استبعاد سيف فاروق جعفر من السفر للمباراه، يعني بره السكور خالص، بره القايمه خالص؟ ما اعرفش انا حد قال لي من ساعتين او من ثلاث ساعات ان سيف مش موجود. ما انت دلوقتي بتتكلم، يعني انت مستني مثلا عشان تلعب الاولاد الصغيرين او اللعيبه الصغيره، مستني يبقى في اخفاق عشان يلعبوا، ولا الفرقه دلوقتي بدات تقف على رجليها اللعيبه الصغيره؟ على فكره الزمالك خد الدوري مرتين ما كانش في قيد، واللعيبه الصغيره ايوه مش احنا معنا اشتريت جبت لعيب يعني لازم يلعب الكلام ده خلاص، الكلام ده ما بقاش يعني ارجو ان الناس اللي بتفكر بتكون بتفكر مصلحه النادي، مش مصلحتي انا جبت لعيب عايز اقول ان اللعيب ده اللي انا جبته هو احسن لعيب، هو احسن من اللعيبه اللي موجوده، لا. لعيبه نادي الزمالك بالاجيال وبالناشئين وبالشباب جابت الدوري مرتين والكاس مره، انا اول مره اتكلم في الموضوع ده. لكن طبعا الواحد يتمنى الزمالك يكسب ان شاء الله، يؤدي مباراه كويسه وفي نفس الوقت الزمالك والاهلي يلعبوا مباراه تشرف الكره المصريه. اكيد والجماهير المصريه كمان تعبر عن نفسها بشكل محترم، واحنا احسن جماهير موجودين في الدول العربيه، ان شاء الله نلاقي مباراه كويسه ان شاء الله. بشكرك كابتن فاروق، بشكرك كابتن فاروق جعفر.